قضى الله أن البغي يصرع أهله، قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم الأدبي والاجتماعي خيمة وقصيد. حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن في هذه الحلقة المباشرة لهذا اليوم الأحد المصادف 5 آذار لعام 17 و2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الموافق 6 من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم حلقة جميلة جدا راح تكون مع ضيوف أعزاء يشاركون البرنامج لأول مرة، لكن قبل الترحاب بضيوف البرنامج يا جماعة الخير صلوا على النبي. لا زالت عمليات أهن في الساحل الأيمن من الموصل على أوجها على اشتدادها. يمكن اليوم الموقف البطولي اللي سجلوه أهل الحمام والوقفة البطولية اللي سجلها أهن بالحمام وجنوب الموصل من قيارة وانت حاط ايدك قوافل للنازحين، لأنه بس بهاليومين 3 حسب ما قالت وزارة الهجرة والمهجرين أكثر من 50 ألف. يا جماعة الخير 50 ألف، والحكومة ما محسبت لهم أي حساب إلا من رحم الله. طبعا حنا نشكر الوقفة اللي وتلك الصرخة اللي صرخها الأستاذ زاهد الخاتوني، جزاه الله خير، هذا الرجل الذي وقف مع النازحين، وكذلك وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الشيخ جاسم العطية وكل الأحرار والأخيار اللي وقفوا لأهلهم، وهي حتما غمة وتزول بإذن الله. النداءات اللي وصلت من الإعلامي الكبير الإعلام الحربي مهند الأستاذ محمود جزاه الله خير، وهو يحث أهل جنوب الموصل من أجل وقفة أهلهم ومساعدتهم، وإن شاء الله غمة وتزول. هذا أولا. ثانيا باسم قناة سامراء وباسم برنامج خيمة وقصيد خالص العزاء والمواساة لهن بالمحزم وللشيخ خالد الأمين باستشهاد أخوه، اليوم استشهد حاتم الشيخ أمين في الموصل، وما بينه وبين القوات الأمنية إلا قاب قوسين أو أدنى، أراد أن يذهب إلى هناك فيعني الدواعش قتلوه وعدموه، ونسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذا السرطان الجاثم على صدور وقلوب الكثير من العراقيين إن شاء الله يا رب يخلصنا منهم. خالص العزاء لهن البناصر، خالص العزاء لهن المحزم، خالص العزاء الأخوي المخرج سيف المهند باستشهاد ابن عم حاتم الأمين الناصري، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن ينزل على قبره شعابيب الرحمة والمغفرة والرضوان. قبل لا أرحب بالضيوف المخرج يقول ناخذ هذا الفاصل، وبعد الفاصل أرحب وإياكم بضيوف هذه الحلقة، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله وحيا الله ضيوفنا اليوم الذين وفدوا إلينا إلى برنامج خيمة وقصيد من الموصل الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرها إن شاء الله، ومن صلاح الدين نسأل الله عز وجل أن يفك أيضا أسر الساحل الأيسر وأهلنا في قضاء الحوجة بمحافظة كركوك. حيا الله الضيوف، حياكم الله يا هلا، أجمل ترحيب يليق بالأخ الحبيب حمد بن خابور، مساك الله بالخير يا حمد وحياك الله. الله يبجيك يا من الموصل، تشرف يا هلا من بعاج. نعم، شلون الديرة وهلها؟ والله الحمد لله. شقد صار لك عفت بعاج؟ والله من بداية النزوح. من بداية النزوح والآن إن شاء الله بعاش تعتبر تابعة للقاطعة الأيمن، وإن شاء الله أنها إن شاء من ضمن التحرير إن شاء الله مشمولة بالخطة إن شاء الله. يا هلا يا هلا بحمد، حياها الله، مرحبا بك بخيمة وقصيد لأول مرة. أيضا أجمل ترحيب يليق بالشاعر المتألق الجميل عبد الستار الحدي الجبوري الرملاوي، حياك الله يا عبد الستار. بارك الله، وأهلا ومرحبا بك يا هلا. بارك الله بيك استاذ، تسلم. ونشكر قناتكم قناة سامراء الفضائية اللي دائما قناة معطاء، ودائما يعني دائما تركز على الأصالة العربية وعلى الحفظ وعلى التقاليد والعادات اللي يعني يمارسونها مجتمعنا، سواء كانت يعني عشائرية أو مجتمعية أو أدبية أو غيرها. وبرنامجكم برنامج خيمة وقصيد دائما خدمة للشعر أولا،
وللشاعر ثانيا وظهور للناس واكثر المواضيع دائما يتطرقوا لها الشعراء بي تكون يعني تلامس القلب والوجدان وتعالج مواضيع بداخل الناس. حياك الله، بارك الله فيك على هذا الترحيب، تسلم. على هذا الاطراء وهذا المقدمه الجميله، وحتما راح نسمع منك ان شاء الله الكثير. حاضر اليوم حاضر تدل، حياك الله. ايضا اجمل ترحيب يليق بضيف يعني معنا لاول مره من اهلنا الجنابيين من الصينيه، وان شاء الله الوزير بشر باعاده تاهيل مصفى الصينيه ان شاء الله، وللشاعر في طياته الكثير من الاشعار التي تناسب مقام أمسية خيم وقصيد. حي الله الأخ الحبيب سلوان بن علي الجنابي، حياك الله يا سلوان، الله محييك يا هلا. الله يحفظك، الله يعزك. بخيم وقصيد معانا اليوم يا سلوان لأول مرة، تمام؟ والله إن شاء الله نتشرف بيك وبالبرنامج مالك إن شاء الله. حياك الله، حياك الله، حياك الله، حياك الله. يا حياكم يا ضياكم يا طبتم طاب ممشاكم، البداية لشمر الطناية. حياك الله يا حمد بن خابور، الله يبجيك. شلونك وشلون اخبارك؟ يبجيك الحمد لله. وش عندك الخيمة وقصيد؟ والله قصيدة وجدانية على الديرة والعشيرة. الله 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 الله. ايه فاقول وجدي على دار اهله منبع الجود، الجود جب لي جبل سنجار مسكن رجاله، زبن الذي من جور الايام مطرود، ويا فرحة اللي خصها وانت واله. زبن الذي من جور الايام مطرود، ويا فرحته اللي خصها وانت واله. تاريخها من ماضي الوقت موكود، من يوم فارس والمحزم بجاله. الله الله. تاريخها من ماضي الوقت موكود، من يوم فارس والمحزم بجاله. تاتي مبانيهم على راس مشهود، وعاداتهم للجار ذبحا زاله. زاله والنعم. وطيب اللقاب وجيها مدوم معهود، ورباعهم للضيف تومي دلاله. ربعي حلا حيل الصعيبات وحيود، ما هزهزتها كل قضية وقالها. ربعي تباشير التياسير وسعود، بالضيز للمضيوم ترخص حلاله. شمر وصيته بين الأقطار محمود، بليل المراجل دوم ساطع هلاله. والنعم من شمر، ما عليك زود. شمر وصيته بين الأقطار محمود، بليل المراجل دوم ساطع هلاله. عدو شمر طايح الحظ مقرود، زاده وطيب نومته ما هناله. وصديزهم ما يشكي الضيم والهود، يبشر بعزه مع تياسير حاله. الله 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 الله، سلمك الله يا حمد، الله. تسلم تسلم وتعيش، بارك الله بيك. حياك الله يا عبد الستار. حيا وتبقى. مبارك التخرج ان شاء الله. الله يبارك بعمرك. تربيه جغرافيه. تسلم. نعم. إيه. ما شاء الله، تعيين شياتين. والله نبدي مناشدة المسؤولين، يعني بداية باستاذ فراس، طبعا نبارك له ونهنيه وتهنئة خاصة من العم محمود النزال. ايه. إلى الأستاذ فراس الحدي بتسنمه المنصب الجديد، والنعم من الحدة. ايه. فمسألة التعيين يعني تدري هسا الخريجين كثيرين والدرجات قليلة، إضافة إلى الإمكانيات المحدودة، بس إن شاء الله نعمل الخير بأستاذ فراس أو غيره من السياسيين أو ذوي الشأن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وش عندك الخيمة وقصيد؟ والله أستاذ القصيدة إن شاء الله اللي راح نبدي بيها قاريها أنا قبل في خيمة وقصيد، ولكن تطلب مني في أغلب المجالس وأغلب الأحيان يعني. فمهدات إلى الساحل الأيسر بصورة عامة، وإلى سديرة وإلى الزوية والمسحق، وإلى أهنة والثكالة والشهداء وذويهم في الحويجة وفي مناطق ديالة. وطبعا تحياتي الأصدقاء اللي يطلبوها مني والأهلهم واللي الناس كثيرة تطلبها هذه القصيدة، فنزولا عند رغبتهم إن شاء الله اللي يريدونه أنا حاضر، وأعتذر مقدما إذا راح يصير تقصير أو صار تقصير في السابق. فبداية نقول خبز ما عدهم فقط عدهم حياء، وموت عدهم خير شافوا موتهم. يا حسافة وأهل قلبي بلا طحين، وهم لو نادوني أسمع صوتهم. يا حسافة وأهل قلبي بلا طحين، وهم لو نادوني أسمع صوتهم. وأشو جاني خبر والعبرة تخنق حيل، دموع العين تنتظرك خفية،
سديرش بيك ولدك ردوا اليوم اجوا واسمع في شقهم بزويه الله ومشتاق وما ارجع ليش هذا الحسره البيه تعيش يما العايف اهله يشوف ذله واقصاء وتهميش غربان تلوح بمكفانه متنا وما نلقى لي نعانه بوجه الديره الروح تبات وترقب جيتنا وملفانه ما قيس لكم بيها اش صاير كلها تعرف اش صار اش داير عالبيجي وتكريت نسأل هذا الشرقاط بحس شاعر موقف خيمة وشفت الشاطر طفل بشهر الواحد حاير يما انطين الخبز البيدج خل نضمها الخاطر باكر موقف خيمة وشفت الشاطر طفل بشهر الواحد حاير يمسح دمع العوز بحرقه وبيد الخيمة يسلم باكر مثل المكسور ويا الكاسر يما شبيك الجوع يسافر يما بنفطات يعيلون وبس العوز اللي يبقى الوافر ملينا جزعنا من الحالة هذا الموضوع وتفصاله هاي عراق احجيها البية وتطيح سوالف عقالة متنبش قالوا تمثاله بيداء وأقلام وليل وسيوف رماح وخياله موضوع يظل بي تطواله ما يخلص وانطيك جماله أمثالك بالدم تنقاس وثلثي أنا الدم له لدياله موضوع يظل بي تطواله ما يخلص وانطيك جماله أمثالك بالدم تنقاس وثلثي أنا الدم له لدياله رغم الدار ويلما دار يا عراق اطبع لك تذكار وانطيك عيالي وبس أمي تخلص وياي المشوار عليمن قمنا نطيح شبينه وما مش أولنا وتالينه لو هدينا الغير الديرة شابيش الروح تهدبينه عليمن قمنا نطيح شبينه وما مش أولنا وتالينه لو هدينا بغير حسين شابيش الروح تهدبينه حراس الباب تسمينه ومل الموت وما ملينه حيطانك يا دار تنادي شاوين الرادي لاوينه حيطانك يا دار تنادي شاوين الرادي لاوينا زوزمنا حمول وشدينا وجبناها البلوى منيدينا ليش نكذب ليش نجامل بيرق للخاين علينا مو بس هذا وظلت حيرة احنا اهل الصيت اهل الغيرة اسأل روحي شبينا اش صاير يقتل بالديرة ابن الديرة دار الموت وما هي بديرة شفناه وما نعرف غيره بس كون الله وبس يفرجها ونرجع ما نمطيها سدير سلامتكم يا سلام يا سلام المخرج الفاصل مال احمد عزيز موجود مال الخيام بالله نقدر نشوفه اها ناخذ الفاصل حتى نرجع مع اخونا سلوان بن علي الجنابي ها جاهز ناخذ الاتصال يعني بسرعه طيب يا جماعه الخير صلوا على النبي يقولون اكو مداخله لرجل يحب هذا المجلس ويحب الحضور ويحب يسلم على الجمهور بالمباشر هو أستاذ ومدرس درس بالشرقاط وخاصة من سمع سديرة والهيكل أكثر من 40 سنة من الستينات وإلى يومنا هذا حيا الله الاتصال حياك الله حياك الله وفوقان هلا 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 أبو محمود حياك حياك الله وبياك هلا الله محييك ابو محمود اي نعم باصتكم حياك الله حيا بسم الله الرحمن الرحيم رساله حب ووفاء وتقدير الى جناب الشيخ احمد المشعاني الشمري المحترم واخواني وجميع سكان قريه كبر بلا استثناء راجيا لكم السعاده والموفقيه انه مجيب الدعوات ابداها بهذه الابيات تذكرت الأحبة رغم بعدي فهم أهلي وإخواني وصحبي حليب الطيب قومي أرضعوني كلا حال الحبيب مع المحب يجازيهم إلهي كل خير وللذكرى دما يا عين طبي دروس الطيب هم قد علموني عجزت عن الوفاء لهم وربي عسى الأيام تجمعنا بخير أحس ببعدهم وهم بقربي الله طاعني أبداتي في النايل روحي اشتاقت الأم الكبر والبيا مو دمع دم زرفة عيون الغواليها
حبك بدم جرى يا شيخ احمد المشعان، الكم معزه وقلبي ثابت العنوان. شوق وسلام وتحيه المهدي ابو مشعان وابو فواز، شوق وسلام الجبرتي فرحان. ما اوفنش مكتبت وش ما قلت بيكم، طيبوا معزه وضعوا حلوه معانيكم. وهذا ختاما عتابه، نظل نحن للطيب بعدنا ونحس بقربكم وش ما بعدنا، نصبر على الوقت وش ما بعدنا، وكل ما لقى نحس بالوقت طاح. سلامي للجميع والجميع مستمعين ولا من يسمعني من احبائي واصدقائي في حديثه. عبد المطلب السيد ذاكر حديثي السليمانية 5/3/2017. حياك الله، حيا الله ابو محمود، حياك الله، تسلم تسلم وتعيش. حياك الله حياك الله حياك الله، هلا ابو محمود، بارك الله فيك، تسلم تسلم وتعيش. يا سلوان مساك الله بالخير يا اخوي، يا سلوان سرور معك، زاد الله يبارك فيك. للبرنامج الخيمه وقصيد لاهلك لربعك لديرتك لعمامك للوطن، ايش عندك من اختيار بهذا اللقاء وبهذا البرنامج؟ والله الحقيقه القصيده عن الوطن، اها، وعن حماسة وعن المراجل. يا سلام، وإن شاء الله تنال إعجاب الجميع وتقديرهم إن شاء الله. إن شاء الله يا هلا. أقول على حد السواتر طمينا الكفر، والله الله. أقول على حد السواتر طمينا الكفر، يوم نادى الوطن وفزعت رجاله، وحنا درع الوطن وحزام الظهر، من حدفاو الزاخو وشمالها، وحنا المراجل خذت منا العبر، وحنا الماغفت عينه وباله، ذيابه مبدان الشجاعة والظفر، لا اعتلى صوت الدفق وهواله، نمحي داعش من غير ثر، وبنخوة العباس رجالنا مبراله، ونطهر أرجاسه من كل شبر، أرض الرافدين لا ثارت أبطاله، يلعن بعوانه صنع الغدر، ويلعن ابن صهيون كافي العياله، ولنسى في قصيدي الجبر أسود المواجهة وقدامه بساله، وأحفاد شعلان راعي الظفر انحروا الإرهاب وشتتوا حالها، والتشياد القرين شجعان العصر بقدامهم مطوروس الحثالها، وربعي البرع صنع النصر معقل الهيبات وامجاد وجزالها، حاضرين المواقف بلين وعسر ساس النجابها والطناخة والشكالها، والحمدان ساس الحشيمة والفخر بصولات ومتنومس من طيب وسلالها، والكاظم بني عمي الهصور النسر مروعين المعادي واهل النذالها، نسل الجنابي واحدهم صقر، شيوخ وتاريخ وامجاد وصالها، وبنتنا بافعالنا عزيمه وصبر، ما تروح اسود الليالي الليله. الله الله وسلامتكم. الله الله سلمك الله، بارك الله فيك، تسلم تسلم يا سلوان، عليك زاد الله، تسلم وتعيش، بارك الله فيك. المخرج في فاصل، ناخذ لنا فاصل أحبة المشاهدين والمتابعين، ناخذ هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعين لكم لتكملة فقرات برنامج خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله يا هلا في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم خيمة وقصيد. يا أخوي حمد بن خابور كان المفروض يحضر معانا اليوم جاسم الخشان. اي والله، وش اخباره؟ الحمد لله على سلامته. والله الله يسلمك، هذا هم صاحب ربابه وبينه وبينه اتصال من زمان. والله تعرض الحادث سبحان الله. اي بالله، والله على اساسه يحضر معنا. يا با الله يشفيه، الحمد لله على السلامه يا رب، ان شاء الله انك تبلغه تحياتنا وسلامنا، ويا رب ان شاء الله الشفاء العاجل ويجمعنا معاه لقاء قريب. اللهم امين. دازلكم يا جماعه الخير، قبل لا اخذ قصيده اخوي حمد، نعم، من المتابعين ومن الجمهور، نعم، تحيه من الاستاذ محمود العكلاوي، تحية من الأستاذ محمود العكلاوي إلى كل ضيوف برنامج خيمة وقصيد، وإلى كل الكادر وإلى كل المتابعين وإلى كل الجمهور، وتحية إلى الأخ العزيز عدي أبو حسن من أهالي الحلة الأبطال، وتحية إلى الأخ الدكتور عدنان العبيدي من أهالي بلد. هذا محمود العكلاوي حاله حال آلاف النازحين، نعم، مدرس ودراسات، وله من الشعر قصائد جميلة جدا. الدواعش اجتلوا أبوه قدام بيته، فمن طلع من الساحل الأيسر حاله حال عشرات النازحين، كان يحسب أنه يلقي بالقوات الأمنية هناك الترحاب، على اعتبار أنه الدواعش عرف أن مصيره مصير أبوه، فخرج.
لكن لأنه سوء يعني أحيانا، ولذلك دائما يقولون الأجهزة الأمنية، أحد الطلاب اللي درسهم وما دخلهم وزاري، أحد الطلاب اللي درسهم وما دخلهم وزاري لأنه ما كان يعني ما يقدر يساعده لا بمادة ولا بمادتين، نعم، كان هو المشرف على الدخول، فأيضا صارت روحة وجاية وحساب وكتاب، وإلى أن استخبارات من أهل بالحلة بالجنوب اللي هو هذا أبو حسن قال يا بنت لا ما عندك الشيء، ولا أحيانا تصير نتيجة الوضع الأمني والفلتان والغليان. نعم. ولذلك احنا ناشد كل الخيرين كل الشرفاء كل ولد الحمايل بأنه يعني هلا هلا بربعكم، حنا نقول شنو الموزين لازم ينفرز، لكن بنفس الوقت هلا هلا بالناس، لأنه ترى مو كل اللي تحت إمرة داعش داعشي، وإنما اليوم الكثير من الناس شالت هم وشالت حمل فوق حملها الكثير الكثير. نعم. يا أخوي يا حمد نسمع منك شيء من اختيارك، كونت أصحاب مساجلة. نعم. البدو شمر بشكل عام هم يحبون المدينة ويحبون البادية، لكن مع أجواء البادية تنفتح القريحة. نعم. والسريرة. نعم. مساجلة بيني وبين الشاعر السبير ساعد بن شطب الفداغي، إيه بالله وجهت له هذه الأبيات، أقول يا هاتفي وصل تحيات ورحوب ورحوب لبن شطب راع المواجيب والطيب والطيب اللي كلامه ما يجي فيه عذرو بصخار جزلات المعاني بترتيب. الله الله. يا مسندي جفني عن النوم محجوب، واحس وسط الجوف مثل اللواهيب، وقضيتي ما هي مطاريد رعبوب، ولا يهضمني يا مساعد رعابيب. الله. ولاني على جمع الدنانير متعوب، المال يا مشتاي ما يستر العيب، وجدي على دار الجزيرة ومغصوب مغصوب للهجران عن منقع الطيب. الله الله. حادا زمان فاز به كل مهلوب، مهلوب، وخلى الحصاني للحراير معازيب. حادا زمان فاز به كل مهلوب، وخلى الحصاني للحراير معازيب، أرسلت لك يا فارس الشعر مكتوب، مالي عدا توصيف وضعي مطاليب. مطالب. حيث انت عندي من اهل العرف محسوب، واسمك كبير بعالم الشعر ومهيب، وسلام لك مني مع الود مصحوب، اعداد ما ذعذع نسوم الهباهيب. هذا كان ابياتي. حلو. فرد الشاعر ابو خالد مساعد يقول يا مرحبا ترحيب يوسف اليعقوب. الله الله. يا شاعر مرسل علينا المكاتيب، اشوف وادري حق كم صار مسلوب، من زمرة ما ترحم الشاب والشيب. الله الله. الله يفك الكرب عن كل مكروب، مكروب، وترجع لنا الديرة ونرجع معازيب. معازيب. يا حمد لا تشكي وانا زاد مغلوب، من ديرتي مز في شمال التغريب. الله. هو بسوريا ايضا هم نازح. الله 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 الله. يا حمد لا تشكي وانا زاد مغلوب، مغلوب، من ديرتي مز في شمال التغريب، لمدة ماني مع الربع مرقوب، الحصن يلي بالمغارة قد ذيب. الله اكبر. والحر لا شاف المذلة أخذ الصوب، عن قرب خبثين العمل والمناديب، أصبر ولو أنك على الوضع مغصوب، لابد ما تصفي جميع المشاريب. المشاريب. ترى الصبر في وضعنا صار مطلوب، وقبل تحيات الوفاء والترحيب. سلمك الله. الله يبزيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل يا حمد، بارك الله بيك. فماذا عندك يا الرملاوي؟ والله أستاذ فهمي، الأبطال دائما تسطر بطولاتهم بأحرف من ذهب. عافية. فنموذج للأبطال المضحين يعني، واللي قاتلوا واللي يعني ما نعرف شنها الأسباب، ولكن هم دائما يقولون بحلقة الطوب يقولون عليهم. الله الله الله. الفوج الثالث. إيه. أبناء سديرة والشرقاط عامة. عافية. الفوج الثالث شرطة صلاح الدين. فاهداء لهم والكل الكل مقاتل على السواتر، واخص بالذكر الحشد محور مخمور والشيخ محمد الاحمد الصالح ورفاقه من يعني من سديره والهيكل والعكلي والشباب المقاتلين الابطال يستاهلون. فاهداء لهم مقطوعتين نقول: ابن ديره حطب ما احكي وجهين، ابن ديرة حطب ما احكي وجهين، انا مميز الزلم بعدين احاكيها. الله الله. تفكت بكل شبر هالهلة يمك حول،
عشق ويا الرصاصة ما تغص بيها. أنا الشيخة تعرفني وهذا واقع حال، أنا الشيخة تعرفني وهذا واقع حال، وعرف شيوخ منها كبت خواتيها. حيل أزعل حيل أزعل حيل أزعل إذا مو دمي يسجل قاع 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 المقب إذا حيل حيل أزعل إذا مو دمي يسجل قاع بخفة دمي قاع المقبرة سجيها. إذا عبرخ نقتني إذا عبرخ نقتني وربعي مشتاقين للشرقاط أروح بصفحة وابجيها. الله. وجندي من نزع الألاوي الذل حيل وبيد خشنا ارتاح من نسند هواي. علمتني الذلة من علمتني الدنيا من تخنقني غيم اركض على اليابسة العطشانة ماي. الله الله. جندي من نزعل جندي من نزعل ألاوي الذلة حيل وبيد خشنا ارتاح من نسند هواي. علمتني الدنيا من تخنقني غيم اركض على اليابسة العطشانة ماي. المهرة معروفة الأصيلة من الصهيل وما تخدت العيب لا ما عندي هاي. المهرة معروفة الأصيلة من الصهيل وما تخدت العيب لا ما عندي هاي. عمري ما فرحان عمري ما فرحان بي الدنيا هيك أنا تربيت الحزن معناها ناي. عمري ما فرحان بي الدنيا هيك أنا تربيت الحزن معناها ناي. مجلس أنا ارتاح وتلقى ليجون بمجلس أنا ارتاح وتلقى ليجون. أنا ميز السالفة أنا ميز السالفة المتروسة راي. أنا شيل القاع من نزعل بحيث متون عندي تشيلها وتمشي معاي. أنا شيل القاع من نزعل بحيث متون عندي تشيلها وتمشي معاي. معذب زين اللي يمرني عيوني خير معذب زين اللي يمرني عيوني خير للحرب والضيف ما دير انقفاي. للحرب الله والضيف ما دير انقفاي. ربي يحفظك. تسلم. الله يسلمك. تسلم ستار. تسلم يا عبد الستار بارك الله فيك. بارك الله فيك. وماذا تقول يا سلوان؟ والله أقول برض الله يا صاحبي صفين شتان شتان. أقول برض الله يا صاحبي صفين شتان. الله الله. وعدانه المشؤوم أطلق حرابه. أقول برض الله يا صاحبي صفين شتان شتان. وعدانه المشؤوم أطلق حرابه. الله. ما بين حرمه ورضع وشيبان والزمن جار وكشر نيابه. واللي فاقد له وطن أخوان ما هو بهين من جف أحبابه. سرينا بليل ما يعرف إنسان والديرة تذرف دمع وتقصد عتابه. ثلاثة انقضن ما بين حرمان ولوعة قلبي ينشد غرابه. والدمع جات مزونه التان فوق دنيتي يمطر كنها سحابه. سرينا بليل ما يعرف إنسان والديرة تذرف دمع وتقصد عتابه. ثلاثة انقضن ما بين حرمان ولوعة قلبي ينشد غرابه. والدمع جات مزونه التان فوق دنيتي يمطر كنها سحابها. والرابعة مقبلها والمجد للظفران والحمد لله مشرعات بوابها. حنا ويعقوب غدينا رفجان وصبر أيوب بلغت أسبابها. صبر جميل والله المستعان والمفارق لابد ما يلقى أصحابها. صبر جميل والله المستعان والمفارق لابد ما يلقى أصحابها. إن شاء الله. الوطن عزوها لا تاهكل عنوان واجب عنه نذود وعن ترابه. على الهيبة ربينا والإحسان ما نحني الهام ولا ننام جابه. حنا ظنك ليب والجدق حطان وحوش الاطعان وفود وذيابه. ونزود الوقت غرباله وشان زدنا عزم وهمه وصلابه. أهل المرجلة والدلة والفنجان مطاني خل عرب عز ومهابه. الحر عند الإشارة فهمان والردي يبقى عفن ويتبع سرابه. والرجال بحزة المحن يوم تبان لا نامت عين الجبان وكلابه. على محمد صلاة الله الرحمن شفيع الخرائق يوم المآبة. وسلامتكم. الله الله سلمك الله. الله يبارك. تسلم يا سلوان. تسلم والنعم منك. بارك الله بيك. أيضا وردني على البريد أيضا لكم تحية وسلام حتى أخذ مشاركة أخوي حسن العواجيلة وناخذ فاصل وبعد الفاصل نغير فقرات القصيد والحديث. يقول حسن بن عواجيلة إلى كل الضيوف الشعراء وإلى كل كادر خيمة وقصيد أهديكم تحيتي وسلامي وتحية إلى الأهل والأصدقاء كافة وإلى الغالية ست هند الوفية وإلى الأستاذ
محمود العكلاوي وإلى نازك أبو درع وإلى الشيخ أبو درع والسيد العقيد حج العز الدين وإلى الخال المقدم أبو نسرين وإلى كل المتابعين. من الحويجة أيضا من رائد بن زوبع من تل علي ومن الحويجة أيضا يهديكم تحية وسلام وبكل البوصقر ويتمنى منكم المزيد المزيد. طبعا يا المخرج ناخذ فاصل إذا الفاصل جاهز. طيب ناخذ فاصل وبعد الفاصل حتى ناخذ فقرات أخرى. هذا الفاصل وبعد الفاصل راجعين لكم فابقوا معنا وحياكم الله. إجانا العيد وانت بخاطري طيف إجانا العيد وانت بخاطري طيف ورد طيفك ولو مرة يجيني إجانا العيد وانت بخاطري طيف ورد طيفك ولو مرة يجيني أشوف إنك بلحظة حزن أو كيف أجابر خاطري بلهفة حنيني وتمنيت إن المعزب ونتضيف تمنيت إن المعزب ونتضيف إش حلو جيتك على قلبي عيني خذك منا الوقت يطلبني بحيف خذك منا الوقت يطلبني بحيف وعزف لحن الفرح عمد على بيني وكأن خلافك بحارة مهافيف كأن خلافك بحارة مهافيف ولا حد يسمع الجرة ونيني عطاشة والزرع من يذبل يهيف وانا بحر الظما وشوفك معيني ووردي من اشوفك يصبح يغيف وردي وردي من اشوفك يصبح يغيف يتملكنا الفرح قوة يغزيني عشرتي وياك مثل الناي والريف من هالغير صدرك يحتويني عشرتي وياك مثل الناي والريف من هالغير صدرك يحتويني لبجمار وانت تحيط بليف واحس اني بوسط واحس اني بوسط قلبك رهيني حنانك دفو لقلوب المناحيف حنانك دفو لقلوب المناحيف المثل قلبي على ولامك حزيني حنون انت لكن من تزعل تخيف حنون انت لكن من تزعل تخيف وكم هف والجرت بينك وبيني يا من طبعك عذيبي وبسحر صيف يا من طبعك عذيبي وبسحر صيف سمومك بالجوايل يعتنيني لجل عيناك متهم من التكاليف ولجلك هانت اموالي وجنيني اشتضن تكفى القوافي وشعر تاليف اشتضن تكفى القوافي وشعر تاليف وتوصلك صور حبي يا ظنيني من وصفك تنتهي كل التواصيف من وصفك تنتهي كل التواصيف ويعزز ظني بوصافك يقيني وحس سهام من لحظك مخاليف حراسة من الوقت طيلة سنيني الريد ولام وتفرجنا التصاريف تضيع بالكدر زينك وزيني تضيع بالكدر زينك وزيني يا هلا يا هلا يا هلا حياكم الله. يا جماعة الخير صلوا على النبي. يقول لابد من عقب المطاريش معواد لابد من عقب المطاريش معواد ولابد من عقب المواجع عوافي نعم ولابد من عقب السهر لذة رقاد ولابد من عقب السهر لذة رقاد ولابد من عقب الكدر جو صافي أكيد. اللي يجينا جو الصافي إن شاء الله. تحية من صديق البرنامج الدائم عبود بن ملاج. هذول الملاليش يرجعون للواوي يرجعون لجبور يعني نخلة باسقة لجبور هناك بسامراء اللي يدخل سامراء يحسب أنها كلها تابعة للإمام على الهادي. لا هناك في نخلة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء للسلطان جبر هناك إن شاء الله هم نلتقي بيهم. حياك الله يا عبود الملاليج حيا الله كل هن الواوي كل اللي يتابعونا إن شاء الله ووصل تحياتك وسلامك. من محمود النزار الحدي إلى أهلنا العلم وأخص بها فخذ العون وخاصة الأستاذ رفيق العبد الرزاق وأهديه هذا البيت أهل شيمة وأهل نخوة وأهل عون ويوم طراد ما ردوا يهلعون من صحت بعلو صوتي يا هالعون رفيق الصاح هي نجبل علي رفيق الصاح هي نجبل علي. طبعا أيضا يدست تحيات وسلام لكل ضيوف البرنامج وإلى جامعة سامراء وإلى رئيس جامعة سامراء وإلى كل الكادر
في جامعة سامراء. حياك الله يا ابن نزال، نشكر طبعا الدعوة والضيافة واللمة الحلوة اللي قعدناها معه، كان معاي اخوي عبد الستار. نعم. وكانت اللمة الحلوة، وكان القاضي. نعم. وكان الأستاذ ايضا ابو لقاء. نعم نعم. وهذا اللمة الحلوة، اريد الغزل شوي تفتحوا لنا صفحة من صفحات اذا عندكم شيء. نعم. ونسمع نعم. منك شيء يا حمد بن خابو. نعم ابشر، هذه قصيدة غزلية تعيش. يقول يا جماعة يوم ردت لي سلام أحدثت زلزال في قلبي عنيف حنيف، حطمتني يوم لاقتني حطام بالعيون سهام تذبح يا لطيف يا لطيف، حطمتني يوم لاقتني حطام بالعيون سهام تذبح يا لطيف، ودي أحكي مير ضيعت الكلام وش حصل لي خابر لساني خفيف. الله 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 الله. مير حقه والله انه ما يلام ما يلام، لايمه عساه ما يلقى الرغيف، يوم شالت من على الوجه الثام تنبرق في خدوده له رثيف، وجنته يا تن فيها ورد شام مسعد اللي ماخذ فيها مصيف، الجدايل سود يشبهن الظلام عطرهن علاج للقلب اللهيف، الله الله. أسعرت بالقلب نيران الغرام الغرام، وقفت وخلت اللهوبة وحيف وحيف، خلت بجواء قاشيها تتام تايه محتار والمشهد مخيف، الله الله الله. كل ما قمضت ونويت المنام إيه؟ يعترض لي زول هالعذب الرهيف الرهيف، يا جماعة ليت هالهلي عمام ليتبيه عم وخيه حلي. الله الله الله، سلمك الله، عشت عشت يا حمد. فماذا عندك يا عبد الستار؟ الغزل ايه تدلل الاستاذ. قبل الغزل يعني نذكر بعض الاسماء. ايه من الصايب الخياط يستاهلون. ايه ابن سديره والاخ خليل الحلاق عبيدي والعم محمود النزال الذكر مرة ثانية منه. اي والله. اي واخوتي واصدقائي، اخويا طبعا اخويا استاذ محمد واتمنى له التوفيق بدراسة الماجستير، يا الله. واخويا ابو عماد الحدي واصدقائي اللي هم اقرب الناس علي بالوقت الحالي، دائما اشوفهم وينسوني دائما، يعني كرد موسى الكرادي وضياء الحاج خالد، يا سلام. غالين علي والله ولا خيرهم عليكم. ف محمد شويش وضلوعية يعني سديرة الثانية ما شاء الله، أهديهم الغزل إن شاء الله يعجبهم. شفت اللقاء الفاصل الجميل مع لطيف الحمد الصالح؟ اي نعم نعم، شاعر ضلوعية الكبير. اي نعم نعم. فأضلوعية يعني إيش ما أقدم لها إن شاء الله بالقادم أكو مشروع قصيدة خاصة لضلوعية يستاهلون، فإيش ما أقدم لهم ما يعني ما نجازيهم أبد. حظن عراق مصغر أضلوعية. أي بالله مجتمع. أي والله ديرة طيبة ونعتبرها ديرتنا الثانية. تمام. فإهداء لهم والكل من يسمع والكل من يتابع أبيات ومقطوعة صغيرة غزل. نبدي ببيت أبو ذي، يقول ترك بي العشق طلبة، ترك بي العشق طلبة وترك دين كما حال الفقد عقله وترك دين، ترك بي العشق طلبة وترك دين كما حال الفقد عقله وترك دين، يا بنت الناس أريدنك ترك دين خفيفة وطول عمرك راس حية. الله الله الله. ودقات قلبي وقفن ما ترجع لها سنة، وقانون في مهجتي جور الليالي سنة حبك براسي صعد وبوسط قلبي سنة، وما يرتوي لي عطش لو بحر شارب عدل وياك قلبي أبد ما مر قاعد عدل بالشكل حلوة، إذن خصرك مرتب عدل وحدر القلادة شفت نيران ولها سنة. الله 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 الله. ويا من على كفاك صافن كل بشر يا ملك، ويا ما بحسنك تخربط كل غزل يا ملك، يا ما كتبنا شعر كل الشعر يا ملك، يا ما كتبنا شعر كل الشعر يا ملك، والقابلك لو ورد عطر الورد انت به، وخطواتك انت بهوى تعثر تريف، انت به يا قمر حقك علي بس يا قمر انت به، والفي بحلاتك ترى وصاحوا علي يا ملك. الله الله الله. وفتن بي الجروح وما شفتها ومشافي الحب جبتها، وما شفتها فتن بي الجروح وما شفتها ومشافي الحب جبتها، وما شفتها وي غيري تسولف
ما شفتها بحلقها الثلج وانا النار بي وعلمتونك شفت ليل المواعيد وقذلتك طاحت بصف الشتايه يا ولف ارجوك خفف رقه البيك عيوني تراقص انحدر العبايه بدونك ما رضيت اتامل الحال بيك واختصر كلمه نثايه رايات العواذل بيهن جيوش يم حسنك وطاح الرايه رايه رايات العواذل بيهن جيوش يم حسنك وطاح الرايه رايه بيان المجالس والفراسه اثنين وصرت بي عرف لاهل الدعايه كل عقلك بحسنك نلقى ثاني وياك لازم بيك ننسخ آية آية كل عقلك بحسنك نلقى ثاني وياك لازم بيك ننسخ آية آية وجههم رايح حطك بين الرموش شحطك لو صرت بيه نمراية وجههم رايح حطك بين الرموش شحطك طبعا اخص بالذكر ايضا لل يعني وعد الاحمد العبد الله اخوي ابو عبد الله بن عمي وخالو خطابة الحميدة حيان تحياتنا ونتمنى له الشفاء العاجل نعم إن شاء الله. العنقود هم يسلمون عليك وأبو أزهر أيضا خص البرنامج تحية وسلام اللي أيضا فقد ابنه وقتلوه الدواعش قتلوا ابنه قدامه أبو أزهر نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع الأموات فماذا عندك يا سلوان المخرج يقول ظل وعدنا ثلاث دقائق والله أقول ثلاث دقائق لك والله أقول شقيت الغم أقول شقيت الغم ولا الغم يشقيني وسوق الحزن وروض أفعالها أقول شقيت أنا الغم ولا الغم يشقيني وسوق الحزن وروض أفعالها وإن كان خافقي ودها يعصيني أبجبر خاطره وهد أحوالها أنا الجنابي والعز محتويني معقل الأمجاد من عمه وخالها ابن المطاليق وعالج بين ونكست راس كل فرعون وعقالها كاظم وحمدان مني وفيني مطاني خل عرب صقور وخيالها والجدك حطان ذكراها يطريني عزوة الفرسان وساسة رجالها وعدنان لا ذكرته نورها يغشيني لأنه من نسله حامل رسالها محمد وافتديه بروحي وعيني صلاة الله عليه وصحبها وآله درع الخوي لا وده ينتخيني وليت لا جار الزمن وهوالها زماني قاسي وناره بتكويني وبسط الحشة مادت أوصالها ولا لمح زولي على البعد يجفيني لاني ردعت بسيف صادق صالها واشمخ براسي بعز من يعتريني يسمع الخوان وعبرا للعذالها طويت العنا وايام وسنين واقبلت حث الخطى وميالها حث القروم والفخر ماليني جنابي وقوالها تخاش رفعالها شاعر وش حده بليسي غويني بالله تعوذت شرها وفالها حمدها اللي عن البشر مغنين واشكره لان النعمه زوالها سلامتكم الحمد لله سلمك الله, الله عندك الله. تحيه وسلام لابو محمد والله الحقيقه والله هذه قصيده مهداه الى الاخ والزميل علي حسين ثجيل مدير اداره السيتي سنتر في مسجد مول ايه اللي هو بمقام العام طبعا زين واللي الى افضال كثيره على الاخوه النازحين وعلى الاخوه المهجرين وعلى والنعم. عامه الناس والنعم ولذلك اقول يا ابو محمد الناس اجناس اقول يا ابو محمد الناس اجناس وانت صفوه الخلق وابرها العز ثوبك والمجد والنوماس لانك عزوه المراجل وفخرها سخاك يشمخ بدون مقياس والناس للناس الله سخرها دايما عساك يا صليد الراس يا مزبن العربان وكافي فقرها شيخ وبن فارس وهواس وعلى روس المشايخ وبشرها والدار انت لها اساس وربعك حنا بلينها وعسرها دار حسين ما وطتها الارجاس منبع العزه والعراقي صقرها قايد وترقى بكل احساس ونفسك راضي وعالي قدرها سلام متبول يا قوت والماس من تكريت للبصره وبحرها يا زينها كلها طيب والياس وبين الدوايل يكفخ عطرها وصلي على محمد النبراس شفيعنا بيوم الزحام وحشرها الله الله سلامتكم سلمك الله بارك الله بيك الله يبارك فيك مقدم غزوان مقدم غزوان طبعا اوجه له تحيه نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظه ويحفظ جميع الاخوه بالقطعات الامنيه عافيه وكل اهلنا كل الاصدقاء اللي كانوا معانا كل المحبين حتما بالصينيه ويا رب ان شاء الله العوده القريبه للصينيه وللبيجي ان شاء الله ان شاء الله تعالى ولكل المحبين جميل. حتى اختم البرنامج يا جماعه الخير كنت اتمنى ان استمر معاكم لكن هذا هي المشكله لم يكن فيها من العيب سوى انها مرت كلمح البصري سلم عليكم من الحويجه المحاصره من الحويجه المحاصره ابو قاسم الدندوشي هذول الدناديش يسمونهم دندوشه القلب ليش لانه يعني بلبه
يقول أهدي تحياتي إلى كل ضيوف البرنامج وإلى كل خيمة وقصيد وإلى قصي سليمان ومقدم جمال وإلى كل المحبين والمتابعين. طبعا يا جماعة الخير قبل أن ننهي الحلقة فقط أنبه وأنوه أن الخميس القادم إن شاء الله تعالى ستنطلق وستكون أولى حلقات برنامج تراحيب من محافظة الموصل حفظها الله، أسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى أحضان الوطن. حلقات وسلسلة من الحلقات راح تكون من ربيعة ومن القيارة ومن الأطراف إن شاء الله، من الحمام أيضا. تحية وألف للأديب والمؤرخ الأستاذ نايف العبوش اللي أيضا وجهنا دعوة من أجل أنه نلتقي بهن هناك. لكن حلقة الخميس القادم راح تكون مع الخال والأديب والأستاذ الكبير إبراهيم العلى الجبوري أبو يعرب، أولى برنامج تراحيب من محافظة الموصل، والحلقات القادمة تباعا إن شاء الله. تابعوا تراحيب بالعشرة وخيمة وقصيد معاكم. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر الضيوف اللي كنت أتمنى أن أخذ منكم الكثير الكثير، لكن هذه مشكلة الوقت. خالص الشكر للكبير حمد بن خابور الشمري، حياك الله يا حمد الله، وإن شاء الله ترجع لديرتك وهلك إن شاء الله الجميع إن شاء الله. أيضا الشكر موصول إلى الشاعر عبد الستار الحدي الرملاوي الجبوري سدير، إن شاء الله اللقاء الآخر بسدير بإذن الله بإذن الله بإذن الله. هي والله لك محبين بالجنوب والسماوة والعساف والغيره، اي والله إن شاء الله يصل سلامك. أيضا الشكر موصول للشاعر الذي شاركنا لأول مرة الجميل والترف سلوان ابن علي الجنابي، حياك الله يا سلوان وتحية من خلق الكل هنا الجنابيين والحمدان والمحبين بالصينية وبالبيجي إن شاء الله تعالى. الشكر موصول إلى كادر التصوير المتواجد هنا الكبير فوزي الجويني أبو صدام ومثله علي بن غالب، واليوم الرجل الذي أبلى بلاء حسنا فهد آل الطوف السامرائي، بارك الله بك يا فهد تسلم وتعيش. الشكر موصول إلى الهندسة الصوتية متمثلة بالكبير صدام الجويني، بارك الله بك، وإلى هندسة البث أحمد يونس آل الطوف، هذه تحية المخرج لكم عبد الرحمن الراوي. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.